بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ياسين من فريق عمل أبس ستاف تيم. إن شاء الله النهاردة نكمل الجزء الخاص بالتعامل مع الريسبونس. بالنسبه للتعامل مع الريسبونس ان شاء الله النهارده نتكلم ازاي نبدا نتكلم مع الكونتنت تايب. تمام، النهارده هناخد مثال ازاي نتعامل مع الكونتنت تايب. وقلنا ان الملف اللي هيتنشئ من السيرفلت هو مش بينشئ اتش تي ام ال فايل بس. احنا كنا في الاول كنا شايفين ان احنا اول ما بيشتغل بينشئ صفحه اتش تي ام ال، لكن من خلال احنا بنغير خاصيه او الهيدر بتاع الكونتنت تايب معناها ان احنا بنغير في الهيدر بتاع الملف، وبالتالي فهو هينشئ ملف جديد باكستنشن جديد او بيشتغل بابلكيشن معين. هنعمل مثال كده ازاي نقدر نعمل ملف اكسل، ملف بي دي اف، نرسم صوره، اي حاجه ميديا، اي حاجه تقدر تنشئ ملف باستخدام السيرفلت. النهارده نتعلم ازاي ننشئ ملف باستخدام السيرفلت. فهنفتح مثال ونقول له ايه نيو سيرفلت جديده خالص. والنهارده هنقول ايه؟ هنقول كرييت او سيرف اكسل. خلاص النهارده هنعمل ايه؟ سيرف اكسل. طالما هتعامل مع اكسل يبقى مش محتاجين ايه التاجات بتاعت مين؟ بتاعت ال HTML. لحد هنا تمام. وكمان احنا مش هنتعامل مع ايه؟ مع التكست فايل. احنا هنتعامل مع مين؟ هنتعامل المره دي مع حاجه اسمها ايه؟ ابلكيشن. ابلكيشن، وهيتعامل الابلكيشن ده في ال VND حاجه اسمها ايه؟ مايكروسوفت اكسل. تعامل مع مايكروسوفت ايه؟ اكسل. طبعا ممكن مايكروسوفت وورد، ممكن تتعامل مع ده. ابلكيشن معناه ان ايه؟ ان في برنامج هيشغل الملف اللي انا بناديه حاليا. فبقول البرنامج الحالي هيشتغل بايه؟ بالاكسل، مايكروسوفت اكسل. فهو بيروح يسيرش على الاكسل او الابلكيشن اللي هو بيشغل الاكسل وهيناديه. لو وورد نفس الكلام، لو بي دي اف نفس الكلام، لو صوره نفس الكلام. طيب احنا الان عايزين نتعامل مع ملف اكسل نكتب جواه. طيب الطبيعي بس لو فتحنا ملف اكسل اللي كده بسرعه عشان برضو الناس ما تعرفش يعني ايه اكسل. ده هو الاكسل. في هنا مختار مثلا ايه؟ هقول له ايه هنا مثلا؟ الاصناف مثلا، هنغير الدايركشن بس. المفروض ان بقول له هنا ايه؟ ايتم. وهقول له مثلا ايه هنا؟ النوع مثلا كوانتيتي مثلا يعني، والفاليو مثلا او البرايس القيمه، صح؟ او الفاليو. طيب هنقول مثلا عندي ايه؟ عندي صنف رقم واحد، صنف رقم اثنين، صنف رقم ثلاثه بالمنظر ده. وعندي هنا الكميه دي، ودي كميه ثانيه، ودي كميه ثالثه. المهم دي كميه المبيعات بتاعتي. خلاص. وهنا السعر مثلا 10 12 13 مثلا 125. المهم ايه؟ دي اسعار الايه؟ الاصناف بتاعتي. خلاص. طب دي عباره عن ايه؟ دي يساوي، صح؟ ده زائد مين؟ زائد ده، او ده في ده ضرب طلع الكميه. ده في الكلام ده كله هننسخه في مين؟ على باقي الحاجات دي كده. يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي الجدول ده عملته بالاكسل كده. هل ينفع السيرفر تعمل لي حاجه زي كده؟ يجيب لي بيانات من الداتابيز مثلا يعرضها لي بالمنظر ده؟ اي حاجه. تعال نحط مثلا هنا ايه؟ التاكس، الضريبه مثلا. الضريبه عباره عن ايه؟ عباره عن المبلغ ده اللي هو دي، عباره عن دي كام؟ دي 3 دي 2 في 0.10% مثلا. 0.10 يعني نقول دي هي الضريبة مثلا. خلاص، نفترض الضريبة 10%. عايزين نعمل نفس الكلام ده كله بالسيرفلت، نفس الكلام ده بالسيرفلت. اوكي، مفيش أي مشاكل، نقفل إكسل وفهمنا إحنا الفكرة إيه. طب الفكرة إن عندي هنقول له إيه؟ أوت عادي دوت إيه؟ دوت برنت لاين. عايزين نعمل اول سطر،
بس نفهم الاكسل عشان تتنقل من سيل لسيل عن طريق التاب. تاب يعني ايه؟ حرف التي كده ده معناها تاب خلاص. فانا بقول له الاول اعمل لي هيدر، فبقول له ايه؟ اكتب لي فوق ايتمز وبعدين اعمل لي تاب، وبعد الايتمز اكتب لي ايه؟ الكوانتيتي كميه، وبعد الكميه حط لي تاب، وبعد الكميه حط لي ايه؟ البرايس، وبعد البرايس حط لي تاب، وبعدين الفاليو فاليو، وبعد الفاليو حط لي تاب التاكس كده من المنظر ده. يبقى ده الاول عمود عندي هيطلع. تاني عمود بقى ايه؟ نفس الكلام اوت دوت ايه برنت لاين. نبدأ بقى نركز شوية بقى. أول صنف هنسميه مثلا إيه؟ آبل، تفاح مثلا. الآبل ده هيبقى فيه تاب عشان نحط كمية 12,000 مثلا، وبعد الكمية نحط تاب، وبعدين السعر 120.5 مثلا خلاص. وبعد كده نحط تاب عشان نحط إيه؟ الفاليو. الفاليو عبارة عن إيه؟ يساوي، بصوا الحتة دي يساوي مين؟ أول واحد هنا إيه؟ ده عمود A صح؟ وده عمود B وده عمود C. يبقى عبارة عن إيه؟ عمود B مضروب في C. يبقى عمود B كام؟ ده هو ريكورد رقم واحد، وده ريكورد رقم اتنين. أهو هاجي هنا أقول إيه؟ كومنت كده ريكورد أو رو نمبر 2 خلاص؟ ده رو نمبر 2. طيب عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن بي اتنين العمود التاني، العمود الصف التاني حرف البي مضروبة في سي اتنين، وبعدين نحط التاكس بقى. التاكس عبارة عن ايه؟ التاكس التاكس عبارة عن يبقى دي بي سي، يبقى دي اتنين صح؟ دي اتنين مضروبة في 0.10% لحد هنا ايه؟ عملنا اول ريكورد. ناخد ايه اللي بعديه؟ ريكورد تلاتة واربعة وخمسة وهكذا خلاص. ده مثلا ايه؟ ده هيبقى تلاتة، ده هيبقى اربعة، ده هيبقى خمسة، ده هيبقى ستة، ده هيبقى سبعة. ده كومنت بس مش اكتر. الكمية التانية مثلا نقول ايه؟ 25,000. الكمية التالتة 250,000، 30. الكمية اللي بعديها 42 مثلا. الكمية اللي بعديها 100,000 مثلا. اللي بعديها 88. طيب السعر بقى هنا 120، هنا 230، هنا مثلا 100، هنا 80، هنا أي سعر يعني حط 132، هنا 118 مثلا المنظر ده خلاص. فاضل ايه تاني؟ خلاص كده خلصنا كده. المفروض نحط بس الأصناف هنا، نقول مثلا ده بير، ده هنا مثلا أورانج، وهنا بنانا، وهنا مثلا ليمون عشان عندي برد فناخد ليمون. وبعدين ايه؟ ناخد مثلا ايه؟ ووتر ميلون مثلا بالمنظر خلاص. تعالى نرن. اول ما نرن هنا ايه اللي هيحصل بقى؟ هيعرض لنا حاجه هنا؟ لا، ده هيدينا ملف اكسل بقى، هيدور على البرنامج اللي شغاله. راح رمل لي تحت هنا ايه؟ ملف اكسل سماه باسم السيرفلت اللي انا شغال بيه. افتحه كده اقول له يس، راح فعلا عمل لي اللي انا عاوزه. عمل لي المنظر ده بس هنا ليه طلع كده؟ عشان ما حطيناش يساوي وهنا ليه طلع نفس الارقام؟ عشان خدناه كوبي بيست. يعني ايه الكلام ده كله؟ تعال نرجع نعدل بس السيرفلت بتاعتنا. المفروض ده ايه؟ ده 2، ده 3 في 3، المفروض ده 4، المفروض ده ايه؟ 4 في 4، وده 5 في 5 خلاص، وده 6 في 6
المنظر ده، وده 7 × 7. نفس الكلام ده، هنا نحط يساوي، عفوا بعد التي نحط ايه يساوي، هنا يساوي بعد التي. تي دي خاصة بالتاب عشان ايه، عشان ينشئ تاب. وطبعا هنا ايه 2، يبقى هنا 3، يبقى هنا ايه 4، عشان كل واحد بيحسب ريكورد خاص بيه. 6 7. تعال نرن تاني. نفتح الاكسل، نغير بس الدايركشن عشان نتفرج على الصفحة كويس. فعلا اهو بدأ ايه جاب لي بالمنظر ده. هنا عبارة عن ايه؟ بص اهو، مين اللي عمل الكلام ده كله؟ احنا عملناه عن طريق السر. طيب في اخر حتة بس نتكلم فيها، في الحتة دي بس، ان احنا ممكن نغير اسم الملف من خلال الهيدر. يعني باجي هنا اقول له ايه، ان الريسبوند بتاعي او الريسبونس دوت ايه سيت الهيدر، وعندي حاجة اسمها ايه كونتنت ديسبوزيشن. ماشي، ده احد انواع الهيدرز اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. وده هيساوي لنا ايه، ده الفايل نيم، هنسميه مثلا ايه ماي اكسل مثلا دوت اكس ال اس. خلاص المنظر ده نقفل. تعال نرن تاني. اهو راح غير الاسم ماي اكسل، نفتح كده. خلاص نفس ايه نفس الشغل اهو، اتعمل بالظبط، مفيش اي مشاكل زي ما احنا شايفين. عمل لي ملف اكسل اهو، اعمل له بقى فورمات زي ما انت عاوز، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. بالمنظر خلاص. طيب كده عرفنا نعمل اكسل من خلال السيرفلت. فطبعا ممكن ايه خيالك العلمي يتوسع شويه وتقول بقى ايه، هدخل على الداتابيز واجيب بيانات واعرضها في الاكسل. طبعا يبقى انت كده فعلا بروفيشنال، ويا ريت اللي يعمل المثال يبعته لنا على الفيسبوك بتاعنا، على الجروب بتاعنا، وان شاء الله ايه هنحاول لو في مشاكل نحاول نساعدكم فيها ان شاء الله. تعالى ناخد كمان نعمل صوره مثلا، نفس الكلام اللي تعمله في البي دي اف. تعالى ناخد نعمل صوره بقى، نعمل ايه، نعمل كصوره ايمج، هنقول له سيرف ايمج. نفس الكلام، ونقول له ايه هنعمل صوره، برضو مش محتاجين كل الكلام ده ولا محتاجين ده كمان، مش محتاجين ده حاليا. احنا هنا الكونتنت تايب بتاعنا هيتغير، هيبقى عبارة عن ايه، هيبقى عبارة عن ايمج صح، او هيبقى ايمج مثلا بي ان جي مثلا، حسب بقى ايه، حسب اللي انت، حسب البي جي اي اف، جي بي جي، معرفش اي لو، اي نوع من انواع الصور ممكن ايه تستخدمه هنا. وبعدين تعال بقى نبدا ايه، محتاجين عشان نرسم محتاجين نحجز مسافه او مساحه في البفر نرسم فيها. فبقول له ايه، بقول له بفر ايمج، ناخد البفر ايمج عندنا، بفر ايمج، ايوه هو ده اللي هو اي دبليو تي، هنسميه ايمج. وده عباره عن نيو بفر ايمج، عشان ننشئ مساحه في الميموري البفر ايمج محتاجين ايه، محتاجين نحدد طولها قد ايه. هنقول مثلا هي عبارة عن مثلا 200، والهايت بتاعها مثلا الويدز والهايت بتاعها مثلا ايه 180 او 150.
طيب واللون او النظام اللوني اللي هنستخدمه هنقول له ايه؟ buffered image. buffered image ايوه buffered image dot ايه دوت. نختار بقى ايه نظام اللون اللي عندنا. هنختار مثلا هختار تايب معينه تايب جي بي ار مثلا جي بي جي. دي كلها انظمه ممكن نستخدمها نظام جري بس. نختار اي نظام ار بي جي. كل دي انظمه لونيه جري بس. نختار ايه اللون اللي هو ايه اللي احنا حاسين هو ينفع معانا في شغلنا. هنا اختار ايه مثلا هنختار الجي بي جي مثلا او بيت. ناخد البيت ماسك مثلا عشان احنا نستخدم سترينج. الفكرة ان احنا ناخد صورة مثلا نكتبها والصورة دي مش عاوزين حد ياخد منها كوبي مثلا، فانا عاوزها يبقى سترينج بس بدون ما حد يعرف ياخد منها كوبي. فبالتالي اعرف سترينج طبعا سترينج ماي تكست مثلا هنسميه ايه بس ستاف مثلا. انا مش عايز حد ياخد منها دي كوبي يعني مثلا كوبي رايت مثلا. انا عاوز الكلمه دي ما حدش ياخد منها كوبي، تظهر ان هي صوره بس ما تظهرش ان هي سترنج. طيب حد هنا مفيش مشاكل، عملنا سترنج بتاعنا اهو. بعرف طبعا ايه فونت معين عشان انا عايز اغير الفونت. فونت يعني نسوي لنا يو فونت ودي له انواع الايه الفونت اللي عندنا. نعمل امبورت الفونت عندنا. هنقول مثلا ايه نختار اسماء الفونت. لو انت مش عارف ممكن اقول له اريال مثلا. اريال على طول 11 نوع احنا حافظينه. سايز مثلا خليه 30. ايه تاني نقول مثلا فونت دوت ايه نختار مثلا دوت بولد مثلا دوت بولد ونخليه 30 زي كده. ممكن نغير كمان الكالر بتاعنا. كالر هيساوي لنا نمبورت الكالر ونقول له ايه الكالر وهنخليه مثلا احمر يبقى 255 وزيرو وزيرو. الحاجات دي كلها مبادئ جافا مش هنتكلم عنها طبعا اكيد. خلاص يبقى كده ايه مفيش اي مشاكل عندنا. كده عملنا التكست عملنا الفونت وهنختار كمان حاجه اسمها ايه اللي بيسأل على الرسمه جرافيك 2 دايمنشن اللي هو ده هنسميه جي اتش مثلا. سيبنا يو مش هنسميه يو بقى هناخد من الايمج على طول اللي احنا فوق دي. ناخد من الايمج دي تقول له عبارة عن ايه؟ عبارة عن image dot ايه؟ dot create ايه؟ create image او create graphics كده. يبقى دي المسؤولة عن انشاء الجرافيكس. دي مسؤولة عن انشاء الجرافيك بتاعنا. طيب هنبدأ بقى نرسم بقى نسبة الالوان والخلاص. يعني احنا قلنا له ده هيحجز لنا مساحه للرسمه في البفر وده اللي هيبدا يرسم. الجرافيك ده المسؤول عن الرسم. فبقول له جرافيك جي اتش دوت سيت بقى الكالر. الكالر بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كالر اللي احنا عملناه ده. طيب وايه تاني؟ والجي اتش دوت الفونت بقى سيت الفونت هو نفس الفونت اللي احنا اخترناه فوق. ممتاز كده ظبطنا الفونت والكالر. وعايزين بقى نرسم السترنج بقى نرسم ايه. يبقى جي اتش دوت ايه دراو المفروض ايه دراو سترنج. ارسم لي السترنج. ايه هو السترنج اللي هرسمه؟ ماي ايه
ماي تكست، اكتب اللي انا عاوز ارسمه ده، هيبقى الاكس والواي بتوعنا، اكس هنقول هيبدأ مثلا من 10، والواي نفس الكلام هيبدأ من 10 بالمنظر ده. كده حددت مكان الرسم، كده انا ايه خلاص كده رسمت ايه، خدت البفر ورسمت باستخدام الاداه دي اللي هي الجرافيك تو او كلاس دوت، رسمت الكلام ده كله. عاوز اظهر الكلام ده بتاعي بقى، عاوز اظهر الرسم بتاعي، فعندي حاجه اسمها ايمج اي او، دي مسؤوله عن اظهار الرسم بتاعنا. ماشي، نعملها امبورت واقول له ايه دوت رايت، اكتب بقى اللي انا رسمته دوت رايت. هترسم ايه؟ هترسم الايمج بتاعتي. الفورمات عايزه تطلع على شكل ايه؟ هنطلع على شكل بي ان جي. الاوتبوت اللي هتطلعه لنا بقى، مين اللي هتبقى مسؤول عن عمليه الكتابه؟ هضطر بقى نقول له ايه، احنا كنا الاول بنكتب بايه، بنكتب باوت اوتبوت ستريم، صح؟ اوتبوت ستريم بنستخدمها عشان الكتابه في الرسومات، لكن الاوتبوت رايتر عشان نكتب بايه سترينج عادي، لكن اوتبوت ستريم عشان نتعامل مع النصوص، عفوا نتعامل مع الستريمز او ستريم اوف بايتس، يعني زي ايه، زي الصور والميديا والكلام ده كله، فبتعامل بايه بالاوتبوت ستريم. فبقول له هنا ايه اوتبوت ستريم دون سيرفلت، هنسميها اوت، خلاص نعملها امبورت عندنا اوتبوت ستريم. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نيو، او عبارة عن ريسبوند، هي مسؤولة عن الكتابة من ريسبوند دوت ايه دوت جيت اوتبوت، يعني دي اللي هتبدأ تكتب بقى ايه من خلال الريسبوند. طيب تمام، اقول له هنا ايه اوت، ممتاز. يبقى احنا تاني نعيد الكلام بسرعة، عرفنا النص اللي عايزين نرسمه، عملنا الفونت اللي هترسم بيه، واللون طبعا ممكن ايه تختار شكل حلو كده للديزاين مثلا معين، وبعدين عملت حجزت المكان في البفر بالمساحة دي كلها. ماشي، ممكن صغرها شوية حسب ما انت عاوز، ونوع الفونت ونوع الايمج هيكون ازاي، وبعدين عرفت الجراف تو دايمنشن ده عشان هو الكلاس مسؤول عن عملية الرسم، فظبطت فيه الالوان والفونت وخليته يرسم لي النص بتاعي بداية من ايه، من 10 و10. طبعا 10 و10 دي داخل مين؟ داخل اللي البفر اللي انا حاجزه دوت. وبعدين عرفت اوتبوت ستريم، ماشي، عشان يبدا يرسم في من خلال الريسبوند بتاعنا. وبعدين استخدمت الايمج اي او، هي بقى هتاخد بقى المتغيرات بتاعتي، هتاخد الايمج اللي انا عايز ارسمها وهتطلع لي باكستنشن معين، وايه ومين المسؤول عن عمليه الكتابه. تعال نرن، طبعا ايه هو عملها لي فوق اهو، بس ايه صغر يعني، نزل شوية، خليها مثلا ايه 50 50، بص هنا عمل لي ايه، عمل لي ابس ستاف. طيب هل ده سترينج ولا صوره؟ نقف عليها كده، كليك يمين، بص بيقول لك ايه سيف ايمج، هو اعتبرها صوره خلاص. تعالى نسيبها على الديسكتوب كده ونبص، هنلاقي ايه عباره عن صوره عاديه خالص اهي. تمام، تعالى نعملها بروفيو بحاجه تانيه، اوبن ويز مثلا رسام، شايفين اهو دي مساحة البفر اللي احنا اخترناها، ورسم ايه 50 من هنا و50 من هنا بالمنظر ده. ممكن ايه طبعا تغير كل التفاصيل دي، انا ممكن ايه تصغر شوية من فوق ومن تحت، بس نخلي ده ايه 30 بس، وهنا ايه 30 30. خلاص ممكن تغير الالوان الفونت الكلام ده كله،
الويدز بتاعنا كبار شوية. الويدز هنا شايفين بالمنظر. يبقى كمان ممكن ايه، ممكن ان انا ممكن ارسم حاجة تاني. ممكن ارسم اي حاجة يعني. ممكن ايه، ممكن نفس البفر واستخدم بفر تاني للرسم يعني. ممكن نقول له ايه، هات لي بفر، ماشي، بفر ايمج تاني وهنسميه ايمج 2 مثلا، وده هنحجز له مساحة جديدة نيو بفر ايمج. ده مثلا خليه لي مثلا ايه 1200 في 900 مثلا، وده buffered image. نختار ايه طريقة تانية مثلا للرسم، نختار تايب معين، نختار مثلا ايه زي ال RGB مثلا، ماشي، نختار ال RGB. نختار مثلا برضه نفس الكلام جراف دايمنشن، هنسميه جي مثلا، جي اكس مثلا، هنسوي لنا الدي الايمج ايمج 2 دوت اي دوت كرييت جراف. دي هتبدا ترسم لي جراف معين، واقول له الجي اكس دوت فيل مثلا، فيل ريكتانجل، اعمل لي مستطيل هيبدا مثلا من 10، والواي من 10 برضو، او خليها من 30، خليها من 10 مش مشكلة. طول المستطيل ده اللي عرضه 200 وارتفاعه 120، خلاص بالمنظر ده. اقول له ارسم لي المنظر ده. ممكن نغير طبعا اللون الاول جي اكس دوت set color، ونقول له ايه new color، نحط له لون جديد خالص مثلا ايه 10، اي بقى ار بي جي براحتك يعني، نقول 10 250 وتاني و 23 كده. احنا ايه ظبطنا الالوان المنظر ده. ايه تاني فاضل كده؟ خلاص new color، ايوه دي كده نرن. طبعا نسينا حتة مهمة، ان هو لازم الايمج اي او هو اللي يرسم طبعا. تمام، هنا ما رسمش، لان لازم ان الايمج اي او هو اللي في الاخر هيرسم الكلام ده كله. بقول له ايه ايمج اي او دوت ايه دوت رايت، برضه نفس الكلام. هنحتاج ايه، هنحتاج اوت ستريم عشان ايه يرايت من ريسبونس، هنسميه 2 ايمج. انت طبعا مش يعني خد بس الكود ده، انت ده كده كده مش هترسم السيرفلت يعني، بس احنا ايه، وانا بس لازم يكون عندك معلومه ايمج 2 ونوع الخط مثلا هيطلع جي اي اف مثلا او جي بي جي او بي ان جي. بي ان جي والاوت يبقى اوت ايه اوت. تعال رن. في المشكلة هنا جي اكس هنا اللي هيرسم ام اتش 2 بي ان جي او 2.
تعال نوقف بس الكود دوت ونشوف بس ايه المشكلة هنا. طبعا بص حجز لي البفر قد ايه، كل دي مسافة بفر قد ايه كبيرة جدا. ماشي طبعا احنا ممكن نصغرها شوية، خليها مثلا ايه هنا كام 200، هنخليها مثلا ايه نقول 400 يعني، ودي 250 خليها المنظر. طبعا ممكن نرسم حاجات تانية كتير يعني، ممكن ايه هقول له ايه جي اكس دوت ايه فيل مثلا، او دراو اي حاجة تاني، دراو مثلا، دراو مثلا ممكن دراو ايه دراو اوفال مثلا، خليها لي مثلا بتبدأ بالتلاتين والاربعين والويدز والهايت مثلا ايه 80 80. ممكن كنا نديها لون تاني برضه لو عايز تغير اللون كل شوية مفيش مشكلة. طبعا ممكن بقى ترسم لاين وأشعة وخطوط واللي انت عاوزه، يفضل ايه تبدأ ترسمه اهو. رسم لي زي كده، المفروض كنا ايه كان يرسم لي البتاع دي الأوفال دوت جي اكس دوت ايه ست كلر نيو كلر 40 معرفش ايه اي حاجة، هي الوان بس ايه تكون مقبولة. راح رسمني ايه المنظر اهو، الدايرة الاوفال اهي، والدايرة ارسم بقى براحتك بقى ايه، ارسم حط الوان حط جرافيك ركب صورة على صورة اللي انت عاوزه، يبدأ ايه ارسمه مفيش اي مشاكل ان شاء الله. ممكن تكتب، ممكن نحط السترينج زي ما هو يعني، ممكن ايه ممكن نقول له كمان ارسم لي سترينج يعني، انزل تحت هنا اقول له اي جي اكس دوت ايه دراو سترينج، دراو سترينج نفس الكلام ايه ماي تكست، وابدا مثلا ايه من الـ80 او الـ90 ومن الـ60 المنظر ده، وغير اللون برضه عايز تغير اللون مفيش مشكلة. اقول له ايه جي اكس دوت سيت الكالر نيو كالر 0 0 مثلا ايه 255 المنظر ده. طبعا دي احسن ما نفتح اتنين بافر، ممكن نكتب كله بنفس الايه استخدام نفس الجرافيكس. هو راح كتب لي ايه ابس ستاف اهو بالمنظر ده ورسم كده. يبقى احنا عرفنا النهارده ان ممكن نستخدم السيرفلت، ممكن بقى ايه طبعا بي دي اف اي حاجه، اهم حاجه الكونتنت تايب هنا هو اللي بيعتمد عليه انت هتطلع ايه. ممكن نيجي هنا في الاخر كمان اقول له حاجه حلوه قوي جي اكس دوت ديسبوزد، خلاص يبقى بقى مخلص اقفل لي كل ده، حط ده في الاخر خالص كده. وكمان الاوت دوت ايه اوت تو برضه لازم نقفلها عشان الميموري دوت كلوز دوت ايه دوت كلوز خلاص، ونرن تاني. اه كده ايه مفيش اي مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله كون فهمنا ان السيرفلت ما شاء الله يقدر يعمل معانا شغل جميل جدا. تمام، ممكن يعمل معانا نرسم بيه اكسل بي دي اف اي حاجه اي برودكت ممكن يطلعه باستخدام السيرفلت ان شاء الله كده. اظن يعني مش هنتكلم اكتر من كده بالنسبه للتعامل مع الريسبونس هيدر، فان شاء الله هنبدا ندخل في موضوع جديد كده ان شاء الله. موضوع الريسبونس هيدر بقى بالنسبه لنا سهل جدا، اتكلمنا ازاي نقدر نعمل بيه حمايه وسكيورتي واللوجن سكرين ونتعامل مع الملفات ونغير الاكستنشن ونغير الاوتبوت او الهيدر بتاعنا هيبقى مختلف تماما. عرفنا ان انا ممكن ازود هيدر من عندي،
ممكن اغير في خصائص الهيدر، ممكن اغير في مجموعه من الهيدرز. عرفنا ازاي نستخدم الكود، وعرفنا ايه ممكن اسند ايرور معين بكود معين. الموضوع ان شاء الله سهل جدا. عرفنا كمان ازاي نعمل انكلودنج لاكتر من بيج في نفس البيج. الموضوع ان شاء الله سهل، بس محتاج اكتر من مره في المراجعه، وهتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل باذن الله تعالى. واقول ربي يزيدني علما، اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.